النهارده يا بتوع افلام هنتكلم عن واحد من اكتر المسلسلات اللي انا كنت متحمس لها طبعا في رمضان، وبعد الحلقه بتاعت النظره المبدئيه قلت لكم بعد حلقتين سقف التوقعات عالي كمان اكتر واكتر بعد ما شفت اول حلقتين. فهل يا ترى بعد 10 حلقات وقرب انتهاء المسلسل، لان خلاص للاسف فاضل 5 حلقات فقط لا غير على المسلسل وينتهي، فهل المسلسل نجح ان هو يفضل يعلى بالنسبه لي ويبقى من احلى المسلسلات في رمضان ولا ايه الكلام؟ كل ده هنجاوب عليه بعد الانترو على طول. بس قبل ما نبتدي بقى بتوع افلام، اتمنى طبعا تظبطوني لايكات كتيره جدا 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 جدا، وطبعا تشاروا الحلقه في كل حته لو عجبتكم حلقه طبعا باذن الله، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، الاجابه على طول بعد الانترو زي ما قلت لكم، مسلسل السفاره بالنسبه لي واحد من امتع ومن احلى المسلسلات الموجوده في الموسم الرمضاني بتاع السنه دي. بس انا ما اقدرش احكم على الموسم ككل لان لسه خلاص بعد 5 ايام باذن الله هيبقى نص رمضان وهيبقى فيه النص التاني مسلسلات اكتر واكتر. بس حتى الان الموسم الرمضاني مش زي ما انا كنت متوقع، كنت متخيل ان هو موسم هيبقى اقوى من كده، بس حتى الان بالنسبه لي هو موسم مش احسن حاجة الصراحة. ولكن مسلسل السفارة هو واحد من المسلسلات القليلة بالنسبة لي السنة دي اللي بيهونوا عليا اليوم الصراحة. وبالنسبة لي ايضا ومن وجهة نظري الشخصية، مسلسل السفارة هو احلى مسلسل كوميدي موجود على الساحة حاليا، نظرا لان حتى الان مسلسل الكبير بالنسبة لي برضو مش احلى حاجة ومش من اقوى مواسم الكبير عموما، بس لسه الحلقات اللي جاية اكتر من اللي فاتت اساسا. بس عموما احنا بنتكلم عن مسلسل السفارة دلوقتي للفنان احمد امين اللي حتى الان ماشي بخطى رائعه، واتكلمت في الحوار ده قبل كده وقلت لكم كتير، احمد امين من اجمد ومن اكتر الممثلين الموهوبين الموجودين في الساحه حاليا، نظرا لتنوع الادوار اللي هو بيعمله وعودته للكوميديا من خلال مسلسل السفاره، تثبت لك قد ايه ان احمد امين فعلا متمكن في الحته دي جدا. وطبعا نتكلم كده مبدئيا على الايجابيات حتى الان، انا مبدئيا عجبني الكونسبت بتاع المسلسل ده عموما، فكره السفاره وانك انت ترجع للوقت اللي انت شايف فيه ان كان فيه ممكن قرار حاسم ممكن يغير حياتك كلها، وبتشوف لو غيرت القرار ده والدنيا مشيت ايه اللي هيحصل، وهتكتشف برضو مع كل تجربه انك انت مش راضي، ان برضو هيبقى في مشكله كبيره مش هتعرف تواكبها، مش هتعرف تقعد معاها كتير من الاخر. فانا عجبني الكونسبت ده ككل، وقلت لكم من الحلقه بتاعه التريلر رياكشن اللي عملناها قبل رمضان ان المسلسل بيفكرني بنوعيه او فيلم مثلا كليك بتاع ادم ساندلر، واحد من اكتر الافلام اللي انا بحبها لادم ساندلر، لان انا قلت لكم الحوار ده في مسلسل موضوع عائلي، قلت لكم ان مسلسل موضوع عائلي كان كوميدي جدا واخر حلقتين قلب دراما حلوه جدا خلتني اعيط جامد جدا جدا جدا. نفس الكلام ده حصل في كليك، انت شايف كوميديا رهيبه من ادم ساندلر وان هو بالريموت كنترول بيطلع قدام وبيمشي وبيمشي حياته وكل الكلام ده، عشان ما احرقلكش الفيلم لو انت ما شفتوش، بتحصل نوع من الدراما خطيره خلتني فعلا اعيط جدا. عشان كده فيلم كليك ده بالنسبه لي من اكتر الافلام اللي انا بحبها عموما لادم ساندلر. فانا حسيت بالسفاره بنفس الموضوع ده شويه، وعندي احساس والله اعلم هيبقى في مشهد درامي قوي. ابقوا افتكروا كلامي، يعني انا الله اعلم اقسم بالله ما اعرف حاجه وممكن ده ما يحصلش، بس انا متوقع ان هيبقى في مشهد درامي لاحمد امين ومحمود البزاوي، اللي بالنسبه لي يا جماعه طبعا من احلى الحاجات اللي بتبقى في الحلقه المشاهد الكوميديه بتاعه المسلسل، ومن اكتر المشاهد اللي انا بنتظرها برضو المشهد اللي بيبقى ما بين الطفل احمد امين وهو صغير و والده محمود البزاوي، بيبقى مشهد قمة في الجمال وقمة في الايموشنز والجمال، بتحس بدفى كده. الدور اللي قايم بيه الفنان محمود البزاوي جميل جدا جدا جدا، وتحسه اب مصري اصيل كده طيب كده فاهم، فهو قايم بدور حلو جدا، وحاسس ان هيبقى في مشهد درامي هنشوفه قدام، اللي هو هنشوف يعني ده اللي انا متوقع له، يعني هنشوف كده كده. وطبعا من ايجابيات المسلسل الفنان الصاعد بقوه الفنان طه دسوقي، برافو على الاختيارات اللي هو بيختارها اليومين دول، لان فعلا الاختيارات الاخيره حلوه جدا، والكيمستري اللي ما بينه وبين احمد امين اكتر من رائعه في المسلسل الصراحه. وبرده من ايجابيات المسلسل الفنانه ايه سماحه المتالقه بقوه، ومن اكتر النجوم اللي عليهم سبوت كبير جدا في رمضان السنه دي، نظرا لدورها الجميل
جدا، وتعدد الشخصيات بتاع مسلسل السفارة، وايضا مسلسل كامل العدد اللي حتى الان لسه ما كملتوش بعد الحلقة الاولى، بس احاول حاضر عشان خاطر بتوع افلام ابقى اتفرج عليه، وخاصة ان هو خلاص قرب يخلص. دورها برضو بيقولوا عليه ان هو حلو جدا، فهي سماحة من اكتر نجوم البارزين في الموسم الرمضاني في 2023، وعجبني جدا برضو الكيمستري اللي بينه وبين احمد امين. وطبعا طبعا يا جماعة الفنانة القديرة إنعام سلوسة فعلا من أكتر النجمات اللي ضحكوني عموما، لأن هي دمها خفيف بطريقة غير طبيعية، الكوميديا بتاعتها تلقائية بطريقة غير طبيعية، علاقتها من بينها وبين ابنها شفيق علاقة غريبة جدا ما فيهاش ود ومودة كده، وهنشوف برضو حاسس إن هيبقى فيه مشهد ما بينهم وبين بعض في الآخر. والصراحة بتوع أفلام ما أقدرش أقول على حد في المسلسل كان سيء أو دوره كضيف شرف كان سيء أو وحش أو أي حاجة، هم كلهم حتى الان كانوا كويسين. الفنان حاتم صلاح طبعا بدور علاء الرجل السخيف انا بالنسبه لي الدور عامله حلو جدا. عارف ان في ناس بتقول طب هو هيفضل بقى الشخصيه اللزجه دي اللي بتقلش على طول والكلام ده، ليكوا رايكم طبعا ويحترموا على راسي كده كده، بس دوره في السفاره حتى الان مش مضايقني خالص الصراحه. وبرده من النجوم الصاعدين اللي عجباني جدا الفنانه ماريا اسامه اللي قايمه بدور كارما، ليها حضور كده وتحسها بقى لها كتير بتمثل، مش مجرد لسه نجمه صاعده، فهي دورها عجبني جدا ككارما، وعجبني برضو تعدد ادوارها في العالم اللي احنا شفناه بتاع شفيق وتعدد الشخصيات والكلام ده. وطبعا من اهم ومن اكتر الحاجات الغامضه من اول رمضان، السؤال الابرز، ايه اللي حصل في جمصة؟ اي واحد هيكتب تحت في الكومنتات صح ايه اللي حصل في الجمصة او المتوقع ايه اللي حصل في جمصة، هقول اسمه واقول له شكرا وبرافو وانت برنس وكل حاجه في الدنيا. ودي له تلفزيون من التلفزيونات دي فعلا. بس عموما فكره انك انت تحط حاجه من اول ما دخلت في العالم ده ومن بعد السفارة ان يبقى فيه سؤال يفضل يتردد كل حلقة ويخلي الناس تفضل تتساءل ويبقى حديث السوشيال ميديا والكلام ده، ده ذكاء كبير جدا. فطبعا تحية لورشة الكتابة بقيادة سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وايضا عبد الرحمن جويش، وطبعا المسلسل من اخراج علاء اسماعيل اللي كان مخرج برنامج البلاتو مع احمد امين، عشان كده برضو تحس ان مشاهد كتيرة جدا بعد السفارة ولما نخش في عالم جديد بعد السبع سنين او ست سنين انك انت بتشوف سكتش من سكتشات البلاتو، ده حسيته كتير جدا في المسلسل الصراحة. اما سلبيات المسلسل بالنسبة لي ومن وجهة نظري حتى الان، هتستغربوا الحوار ده بس انا بالنسبة لي يعني ممكن تكون اول حلقتين او اول ثلاث حلقات من المسلسل هم اكتر ثلاث حلقات عجبوني ككل حاجة. هتقول لي ايه ده يا ابو حميد، ده ناونا وده كسر الدنيا وضحكني جدا والكلام ده، وهتقول لي اللي بعديه واللي بعديه، هقول لك طبعا على عيني وعلى راسي، وممكن اكون ضحكت من بعد الحلقة الثالثة في حاجات اكتر كمان من اول ثلاث حلقات، بس انا اول ثلاث حلقات كان فيها دراما وقصة وحوار وبتاع، ولسه كانت تجربة كاول واحد. انا بالنسبة لي حتى الان رجل الاعمال اللي هو يعتبر اول شخصيه عملها بعد اول سفاره دي بالنسبه لي اكتر حوار يعني عجبني ككل حتى الان، وعارف ان في ناس كتيره جدا هتقول لي لا انا عجبني الناونة، لا انا عجبني الحلقه بتاعت امبارح مثلا بتاعت شيرين رضا، لا انا عجبتني الحلقه اللي فاتت. معاك واحترم كل ده جدا 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 جدا، بس انا بقول لك من وجهه نظري. وفي برضو بعض المشاهد حسيت ان هي بتطول شويه، حسيت ان هو ممكن خلاص يعني الموضوع طول شويه في الكوميديا، يعني حسيت بنطول شويه، ودي بالنسبه لي السلبيات البسيطه اللي انا شفتها حتى الان بعد اول 10 حلقات. هل متوقع الخمس حلقات اللي جايين هيبقوا احلى كمان وهتشوف نهايه قويه جدا للمسلسل تخلي المسلسل تقييمه يبقى اعلى واعلى كمان؟ هنشوف كل ده خلال الايام اللي جايه. وحاجه بسيطه جدا، الراجل اللي بيخبط فيه شفيق بعد ما يرجع بالصفاره تاني للموقف ده، اللي هو بيقول له انت تمام انا كويس انت كويس، الراجل ده يا جماعه طبعا هو اكيد وراه حوار ورا لغز، لان بدايه ظهوره اساسا اول مشهد لما احمد امين قال ايه ده ايه الراجل اللي بره السياق ده، كان عليه موسيقى كده برضو اللي هو لا حاسس ان هو هيبقى وراه حاجه، وهنشوف كده كده. خلاص فاضل خمس ايام ونودع مسلسل السفاره، للاسف اللي انا كان نفسي يفضل معانا لاخر رمضان، برغم ان انا المشجع الاول لفكره ال 15 حلقه، بس صح اللي بيعملوه ده صح، عشان لو كان هيحصل 30 حلقه كده كده كان هيحصل مط وتطويل. وبس ده اللي اقدر اقوله لكم بتوع افلام عن مسلسل السفاره حتى الان بعد اول 10 حلقات. سؤال الحلقه انا قلته، ايه اللي حصل في جمصة؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، واتمنى طبعا في نهايه الحلقه لو عجبتكم الحلقه دي اتمنى طبعا تشاهدوها في كل حته، واتمنى طبعا لو بتشوفني لاول مره اشترك في القناه بعد اذنك طبعا، واظبطوا لي لايكات كثيره جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، واحلى مسا عليكم.